عليكم من هنا من ميدان المرموم لسباق الهجن، حيث نستكمل برنامجنا في هذا اليوم مع هذه الانطلاقة الموفقة لشوط آخر يحمل عنوان الجعدان المحليات الأصايل لهجن أصحاب السمو الشيوخ، مع الأربعة كيلومترات التي سنتابعها في هذه الإثارة وفي هذا التحدي. شكرا لإخواني المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، ونتابع الإثارة ونتابع المقدمة. ظافر من يظفر بالمركز الأول لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد بن مروشد، من يقدم لنا ظافر في أول الانطلاق وأول المراكز. إذا انتقلنا إلى المركز الثاني نلقى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عبد الله بن ثعيلب الهاجري المتابعة. من المركز الثالث يأتينا غازي لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم الشاعر حمد بن علي العويسي، يقدم لنا غازي إلى المركز الثالث. والنقلة التالية إلى المركز الرابع يأتينا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم الجنيبي، والمتابعة من هملول على المركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة مختار بن أحمد، من يقدم لنا ويبحث عن نقطة رابعة في هذا المشوار. المتابعة من المركز السادس يأتينا الذيب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، المتابعة أيضا من المركز الثامن فهنا شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي، والمتابعة من المركز التاسع فهنا أيضا مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، من يقدم لنا مياس على المركز التاسع. وعاشر المراكز أقول شاهين لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للمراكز العشرة المتقدمة في إذاعتنا وندانا الأول، ونبحر أيضا مع هذا الإعصار والتحدي والانتشار السريع مثل ما تشاهدون الشعارات الملونة التي تتنافس في قلب الحدث، ونحن نشاهد أيضا ماذا حدث على المقدمة إذا هناك أي تغيير طرى وجرى على المقدمة. نعم شاهين غير وخذ موقع الصحيح لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الشاب سعيد بن سالم الينيبي، من يقدم لنا شاهين في أول المواقع وأول المراكز. أما المركز الثاني يتراجع ظافر لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم سعيد بن عبيد بن مروشد، من يقدم الظافر إلى المركز الثاني. والمركز الثالث يتحرك هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد، من يقدمه من مركز إلى مركز، ولكن أيضا شاهين له دور واضح أيضا بالهجوم. شاهين يهاجم المقدمة بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، من يقدم لنا شاهين من مركز إلى مركز وعينه على المركز الأول. ناخذ المركز الخامس فهنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة عبد الله بن ثعيلب الهايري. أما المركز السادس فيأتينا غازي لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي. والمركز السابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة أبو أحمد، أيضا يتقدم سيف بن أحمد بن خريدة شاعرنا أيضا يتواصل مع الهجوم ومع الخبرة الكافية الوافية. أما المركز الثامن يأتينا مليح لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. والمركز التاسع فهنا شاهين أيضا يتقدم بهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير، من يتابع هذا الشعار. أما المركز العاشر يأتينا الذيب لهجن العاصفة. هذه النتيجة كاملة مكملة مشاهدينا الكرام. ننزل إلى المعركة ونتابع هذا الهدوء. الآن بتبدأ الإثارة. حرك يلي بتحرك، لأن 800 متر الأخيرة وما زال شاهين صامد. سعيد بن سالم الينيبي هو من يدين شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد، ولكن الهجوم أيضا من شاهين آخر عتيج بالعرطي، من يرسل شاهين إرسال القوة، إرسال التحدي، أرسله إرسال حكيم. والعصي قوس يا سلام
يا سلام، يروح يوم الشوط حساس يركض طرب ليهبه الكوس ما شاء الله تبارك الله. ولكن نشوف اشوف المركز الثاني ظافر اسمه شيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، ولكن مليح مليح يهاجم المقدمه بشعار هجن العاصفه. حمد بن غدير بدا يحرك 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 يحرك، تحكي تحريك محسوس وملموس. المركز الثالث ايضا شاهين لهجن العاصفه، ولكن شاهين على المقدمه، شاهين يصول ويجول، نعم يقترب من بر الامان، يقترب من المنصه الرئيسيه، يقترب من الناموس. هذا هو شاهين يحمل شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقياده عتيج بالعرطي الحميري. هذه لحظه الوصول الى خط النهايه، تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا ايضا للمضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. المركز الثاني لهجن العاصفه، المركز الثالث لهجن العاصفه، المركز الرابع ايضا لهجن العاصفه، والمركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم. هذه الخمسه المراكز الاولى مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا وشاهدنا شاهين وهو يسيطر على الموقف، يسيطر على الاجواء، يسيطر على هذا الشوط ويهدي هذا الناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد ال مكتوم. وتهانينا ايضا للمضمر مسري بن سالم بالعرضي الحميري. التوقيت الزمني الذي تحقق مع شاهين 6 دقائق 21 ثانية و4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء مع هذه الانطلاقات المستمره التي تجدد روح القوه والنشاط لدى الاخوه ملاك هذه الهجن. نتابع هذه الانطلاقه، نراقب ايضا هذا الانتشار، نتحرك مع الشوط الثاني عشر في مجموع اشواطنا وخصص لفئه الجعدان المهجنات الاصايل لهجن اصحاب السمو والشيوخ. نتابع ايضا هذه الشعارات، نتابع المقدمه، نرسل الأنظار إلى نشوان لسمو الشيخ أحمد بن محمد.